نزلت بعلم وبحكمة للناس بصائر في الظلمات، تأمر بالمعروف وتهدي للحسنى، ودليل الطالب للجنة. بالبشرى يا سرايا وللقلب العليل دواء، سرايا نور ويهدي إلى وحي السماء. البداية لهذه القصة، البداية لقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش 40 عاما صلى الله عليه وسلم، يقال عنه الصادق الأمين وحق له أن يقال عنه ذلك، وهذا أعظم إنجاز صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 عاما. ثم كانت بداية قصة نفخ الروح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال ذلك الوحي عليه. بعد هذا النفخ 23 عاما فقط غير النبي محمد التاريخ صلى الله عليه وسلم، غير حياة الأمة، أخرجها من الهمج الهامج إلى خير أمة أخرجت للناس. هكذا إذا نفخت فيك روح القرآن تصنع التاريخ، تغير التاريخ، تغير مصائر الأمم ومجاري هذه الحياة. هكذا روح القرآن نفخت فيه صلى الله عليه وسلم لما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وكان يحاول أن يقرأ الكون، يحاول أن يجمع بين هذه الشمس وهذه الجبال وهذه الصحاري والفيافي وهذه الولادة كل يوم والموت كل يوم، يحاول أن يقرأ. فنزل عليه جبريل عليه السلام، نزل عليه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه فبلغ منه الجهد، ثم أرسله فقاله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه فبلغ منه الجهد، ثم أرسله فقاله اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تريد أن تقرأ الكون، تريد أن تقرأ الحياة، تريد أن تفك طلسم الوجود والحياة والموت، تريد أن تفك لغز الحياة في الابتلاءات، في المصائب، في وجود الشر، في وجود الشياطين، في وجود الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان. تريد أن تفهم لماذا يبتلي الله عباده الأخيار، لماذا في بعض المراحل يمكن للأشرار. تريد أن تفهم كيف تسير هذه الأجرام وهذه السماوات وهذه الأفلاك وهذه البحار وهذه الأنهار. تريد أن تقرأ كل هذا، لابد أن تقرأ باسم الله، لابد أن تفهم أن وراء هذا الخلق خالق، وأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وأنه ليس فقط خالق بل عليم حكيم، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية حميدة، أن يعرف الله عز وجل لكي يحمد، لكي يثنى عليه، لكي يقال الحمد لله رب العالمين في أول الخليقة حين خلق آدم فسرت الروح في جسده حتى بلغت من خريه فعطس فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله يا آدم، فكانت أول كلمة قالها أبونا آدم عليه السلام الحمد لله، وآخر كلمة ستقولها الخليقة يوم القيامة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله له الحمد والثناء والمجد تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأعظم ما يعرفه الإنسان وأعظم حق من حقوق هذه الإنسانية وهذه البشرية قبل المأكل والمشرب، قبل المركب والملبس، قبل كل ذلك، أن تعرف الله، أن تعرف الله الذي خلقها، أن تعرف الله الذي فطرها على تلك الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا،
فطرة الله التي فطر الناس عليها. من أجل ذلك يصيبك الله بالضراء والسراء، من أجل ذلك يصيبك بالآلام والأوجاع، من أجل ذلك جعل الحياة الدنيا ابتلاء وامتحانا، من أجل ذلك فاوت بين الخلق في طبقاتهم وأرزاقهم، من أجل ذلك أقام سوق الجنة والنار على إثر التكاليف الشرعية والأمانة في الدنيا، من أجل أن تعرفه ومن أجل أن تهيأ لقربه في دار الخلود في دار الجنة. لابد هنا أن تقرأ، لابد هنا أن تفهم، لابد هنا أن تتعرف على الله عز وجل، تتخلص من روحك وطباعك الأرضية وتولد من جديد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كانت هذه بداية قصة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية من بعده من الصحابة الذين قرأوا ونفخ فيهم روح القرآن، وبداية كل من أراد السير إلى الله وكل من أراد أن يدخل سرايا الروح. Mm-hmm.